لا يجوز، هذا تنطع في الدين. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون، وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. بارك الله فيك يا شيخ. ثم يا شيخ لو تسمح عندي تعالى إن شاء الله تعالى بشرى. بشرك الله خيرا. عندي يا شيخ إحدى الأخوات رأت في المنام رأت رؤيا. رأت إن شاء الله أقص عليك الرؤيا. خيرا رأيت. إن شاء الله. وكان... يا شيخ أولا هل يثبت هذا؟ يثبت هذا يعني إن أتى أحد يقص عليك الرؤيا فتقول خيرا رأيت وخيرا يكون. لا ليس ثابتا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. بارك الله فيك. وفيك بارك. المهم هي رأت في يعني في ذلك رأت نفسها على شرفة تطير على الطريق. أيوة. رأت على ذلك الطريق رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفاته. ثم ورأتني يرحمك الله يا شيخ رأتني يعني واقفة أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم لي وأنا أتبسم إليه. ثم ناديتها وقلت لها انزلي انزلي معنا. فلما نزلت فسألتني إلى ما تنظرين؟ فقلت انظري إلى الذي أنظر إليه. فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق، نظر في تلك الطريق. ثم مشينا معا في تلك الطريق الأخت وإياي. ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه قلنا السلام عليكم. ثم رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول، سألنا هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا نعم رأيناه، يعني دلنا على تلك الطريق. المهم فالأخت هذه سألتني في منام، قالت لي من هذا الشيخ؟ فقلت لها إن أكرم الله عز وجل جعلها بشرى لك يا شيخ. فقلت لها هذا الشيخ الألباني وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ فلعلها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟ Thank you.
انصرفوا يا اخوانا. عليكم السلام.